مؤسسة الأمل مؤسسة تطوعية لنقل تجارب التطوع من دولة الإمارات إلى العالم ومساعدة المجتمعات الفقيرة حول العالم، خاصة في مواضيع تخص التعليم والصحة ومساعدة 3 مشاريع. وأنا دائما أقول أن المتطوعين في دولة الإمارات وفي هذه المنطقة وفي الخليج وفي الوطن العربي يقدرون أنهم يقدمون الكثير، وأن نحن نقدر نغير خارطة العالم في مجال العمل الإنساني والعمل التطوعي مع بعض.